أهلا بكم من جديد. بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجلس النواب لمناقشة التعديل الحكومي، وافق البرلمان على قائمة الوزراء المقترحين. الحكومة الجديدة كانت ضمن قائمتها 13 وزيرا، من بينهم رضا حجازي وزيرا للتعليم ومحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي، في حين ذهبت وزارة الصحة إلى خالد عبد الغفار، بينما تقل لدى هاني سويلم وزارة الري، وكانت وزارة السياحة من نصيب أحمد عيسى، أما وزارة الإنتاج الحربي فعلى رأسها اللواء محمد صلاح الدين. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة مراسل الشرق محمد الخولي. أهلا بك محمد. إذن ما هي تفاصيل هذه القرارات الأخيرة؟ نعم، تحياتي لك دينا. وافق مجلس النواب المصري على التعديل الوزاري الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل يعني ساعة ونصف من الآن. كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن بأنه دعا مجلس النواب لتعديل وزاري لتطوير أداء الحكومة في بعض الملفات الداخلية والخارجية. هذا يعني التعديل أقره المجلس رسميا. الجلسة بدأت في الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، استمرت ل 15 دقيقة، تلا فيها رئيس المجلس أو مجلس النواب الخطاب الذي وجه له من رئاسة الجمهورية يدعو فيه لجلسة طارئة، وتم تلاوة الوزارات التي شملها التغيير. كان في مقدمتها وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة السياحة والآثار، وأيضا وزارة الموارد المائية والري التي تتولى ملفا غاية في الأهمية بالنسبة للقاهرة وهو ملف سد النهضة، وزارة الإنتاج الحربي، ووزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية المحلية. مجمل هذه الوزارات 13 وزارة تم تغيير الوزراء بها. الملاحظ في هذا التغيير هو تصعيد بعض المساعدين للوزراء القدماء الذين كانوا يتولون تلك المناصب لضخ دماء جديدة في الوزارات. يعني لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي. في 2019 كان هناك تعديلا وزاري أقره مجلس النواب لعشر وزارات بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وأيضا لم تكن المرة الأولى التي يجتمع فيها مجلس النواب بشكل طارئ. في 2018 اجتمع مجلس النواب المصري للنظر أيضا في تعديل وزاري، كان على رأسه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وتوليه المهام بعد تقديم شريف إسماعيل استقالته لرئاسة الوزراء، وتم تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 2018. بحسب مصادر تحدثت لها الشرق، من المفترض أن يكون الأداء الدستوري، الأداء اليمين الدستوري لهؤلاء الوزراء غدا بمقر رئاسة الجمهورية صباحا. وبالتأكيد يعني سنتابع هذا الأداء وأداء اليمين الدستوري. القاهرة في هذا التوقيت الحساس تعمل على العديد من الملفات حقيقة. نعم دينا، وضحت الصورة محمد. أعتذر عن المقاطعة، ولكن لضيق الوقت محمد الخولي مراسل الشرق كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمواكبة آخر التطورات والأحداث السياسية. معي أنا دينا فياض.